في أبريل 2015 ترددت أنباء أنه حدث انفصال بين جمال مبارك وخديجة الجمال، ولكن تبين أنها شائعات، والصحيح أن خديجة الجمال رفضت التخلي عن جمال مبارك في هذه الفترة الحرجة. وبالرجوع إلى قصة زواج جمال مبارك وخديجة الجمال، نجد أنها كانت محور الأحاديث بين كل الأوساط لمعرفة الفتاة التي خطفت قلب ابن مبارك الذي كان يبلغ ساعتها من العمر 44 سنة. أما العروس فهي خديجة محمود يحيى الجمال التي كانت تبلغ من العمر ساعتها 24 سنة، فهي من مواليد عام 1984، وهي الابنة الوحيدة لوالدها، فقد حصلت على الثانوية العامة من المدرسة الألمانية في القاهرة، وتخرجت من قسم إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2005. وتهوي خديجة عزف الموسيقى والرياضة وتهتم بالشؤون العامة. لي صور ليهم مع بعض، خديجة الجمال وجمال مبارك من مراحل حياتهم. ظهر إن هي شائعات حكاية طلاقهم ديت. كما أن خديجة كانت ضمن فريق كرة القدم بمدرستها، وحققت بطولات رياضية خلال قيادتها للفريق، منها إحرازها لبطولة الكويت. وعرف عنها حبها للموسيقى والقراءة والأكلات الآسيوية، فضلا عن إجادتها للغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، طبعا بجانب العربية، يعني 4 لغات. وترتبط خديجة بصداقات محدودة، ومن أشد المقربين لها بنات المهندس أحمد عز رجل الأعمال، كما ترتبط بصداقة قوية مع هانية ابنة عمرو موسى، وأقرب صديقاتها نيران زوجة هشام سيف حفيد المخرج الراحل صلاح أبو سيف. كما أنها كانت تدير شركة جلالة المملوكة لوالدها عقب تخرجها. ومن ثم يمكننا استنتاج أن معرفة جمال بخديجة معرفة قديمة، وإن لم تترجم إلى علاقة مباشرة إلا في وقت متأخر قبل الزفاف. واشتهرت خديجة بين صديقاتها بلقب دوجة أو ديجة. وكانت خديجة تقوم بمساهمات كثيرة وإدارة بعض المشروعات الخيرية. أما والد خديجة فهو رجل أعمال مرموق دمياطي الأصل، يملك شركة استيراد وتصدير، ومتخصص في إنشاء المشاريع العمرانية والقرى السياحية. وتعود قصة تعرف جمال مبارك على زوجته خديجة إلى المؤتمر الذي عقد بالجامعة الأمريكية عام 2005، وشارك فيه جمال مبارك والتقيا لأول مرة، وتكررت لقاءات هاتمة في إطار العائلة والأصدقاء، حيث أن اثنين من أقاربها كانا يرتبطان بصداقة قديمة مع جمال مبارك، وقد لقيت خديجة استحسان السيدة سوزان مبارك أيضا، وقد التقت بها سوزان مبارك في مكتب السفيرة مشيرة خطاب أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، حيث كان يجرى الإعداد لمشروعات اجتماعية وخيرية تقودها سوزان مبارك. وأعجبت سوزان ساعتها بشخصيتها في هذا اللقاء، وتهيأت الظروف لإتمام هذا الزواج. وبعدها التقى جمال وخديجة في عدة مناسبات عائلية، وتمت الخطوبة يوم 3 مارس 2006 في حفل عائلي اقتصر على الأسرتين والأصدقاء المقربين فقط. وكان أول ظهور علني لخديجة الجمال إلى جانب سوزان مبارك في متحف الإنسان في التروكاديرو في باريس بعد خطوبتها على جمال مبارك، حيث كان المصمم اللبناني إيلي صعب يطلق مجموعة ربيع وصيف 2007، وتردد أنها كانت في باريس برفقة هايدي زوجة علاء مبارك لاختيار فستان العروس. وبعد ذلك تم عقد القران في 28 أبريل 2007، وأقيم حفل الزفاف في مدينة شرم الشيخ يوم 4 مايو 2007، والذي يوافق عيد ميلاد الرئيس حسني مبارك. وقيل ساعتها أن خديجة اشترت ثوب العرس من مجموعة صعبة بقيمة 72 ألف دولار أمريكي، أما خاتم الزواج
فبلغت قيمته 9,000 دولار أمريكي. وفيما يتعلق باختيار بيت الزوجية، فقد جاء بناء على رغبة العروس بأن تكون إلى جوار أسرتها التي تعيش في الزمالك. ووافق جمال على اقتناء بيت الزوجية في إحدى الشقق، حيث قامت شركة الجمال والد العروس بالإشراف الكامل على الديكورات. وحسبما تردد، فإن شقة الزوجية بلغت تكلفتها 6 ملايين جنيه، وهو مبلغ متواضع في هذا الحي الراقي. والميزة الأخرى لبيت الزوجية هو أنه كان قريبا من مكتب جمال مبارك في مقر الحزب الوطني. وخلال أقل من 2.5 عام أنجبت خديجة ابنتها الأولى فريدة في 23 مارس 2010، وهي أول حفيدة لحسني مبارك. هنشوف صورها بعد شوية. وخرجت خديجة خلال السنوات التي عاشتها داخل قصر الرئاسة قبل الثورة أقل من 4 سنوات. أن تكون هذه السنوات امتدادا لما قبلها، حيث لا أضواء، لا صخب، لا مؤتمرات، لا روتري، لا أندية اجتماعية ذات طابع عام، كذلك لا صور، بل عمل وتوسع في العمل وشركات وأراض وعقود وخلاف. وبعد إلقاء القبض على جمال مبارك لم تتخلى عنه زوجته خديجة الجمال، بل وقفت بجانبه وشدت من إزره وقاسمته مر أيام حبسه، وحرصت على زيارته بشكل مستمر هي ووالداها، حيث حرصت على زيارته بصحبة سوزان مبارك في محبسه بملحق سجن المزرعة في 27 مارس 2012، وكان برفقتها كل من هايدي راسخ زوجة علاء، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمود الجمال سهر جمال مبارك. وامتدت هذه الزيارة حوالي ساعتين، وحرصت كل من سوزان وخديجة وهايدي على اصطحاب 3 حقائب مليئة بالملابس البيضاء والأطعمة والمشروبات لنجلي الرئيس السابق، بالإضافة إلى حقيبة مليئة بالأسماك المملحة والحلوى بمناسبة شم النسيم آنذاك. وفي 1 يوليو 2012 زارت خديجة زوجها جمال مبارك لأول مرة منفردة بمحبسه بعنبر ملحق المزرعة بمنطقة سجون ترى. ولم تخلق لقاءات خديجة وجمال مبارك من مشاعر إنسانية ودموع الزوجة، وقال مصدر أمني مسؤول آنذاك أن الزيارة استمرت لمدة ساعتين، وتمت في المكان المخصص لها، لافتا إلى أن خديجة حملت خلال الزيارة حقيبتين ممتلئتين بالأطعمة والمشروبات والملابس البيضاء المخصصة لسجناء الحبس الاحتياطي من أجل زوجها. وفي 25 أكتوبر 2012 زارت سوزان ثابت وبصحبتها خديجة الجمال ووالدها محمود الجمال الرئيس حسني مبارك داخل محبسه في مستشفى سجن مزرعة ترى. وكان مدير إدارة الإعلام في مصلحة السجون العميد محمد عليوة قد أكد ساعتها أن الزيارة أتت في إطار الزيارات الاستثنائية بمناسبة عيد الأضحى، مشيرا إلى أن أسرة مبارك قامت بالزيارة في هذا التوقيت خوفا من الزحام. وفي زيارات تانية برضو راحت عشان تزور زوجها أنا ما ذكرتهاش، وهنا ده أحدث ظهور ليها في فيديو بيحمل اسم انهيار زوجة جمال مبارك بجنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك. والفيديو ده قالت فيه إن اللي حصل في 25 يناير ده كان مؤامرة والرئيس استحمل كتير، وده أحدث ظهور بالعزاء. كان مندوب الملك سلمان بيعزي سوزان مبارك، وحضرت جنبها هايدي راسخ وخديجة الجمال، وتلقت التعازي ساعتها. هنا دي صورة لهايدي راسخ وخديجة الجمال، وهنا في مؤتمر دافوس كانت مع جمال مبارك، وهنا صورة لحفيدتها حفيدة حسني مبارك اللي هي فريدة، وهنا جمال مبارك بيؤازر فريدة لاعبة الجمباز اللي هي بنتهم
يشجعوها في خلال البطولة، ودي صور ليهم مع فريدة وصور تانية متفرقة ليهم مع بعض. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين. قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا.